رزق المتحدث او الدكتور محمد رزق المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم. دكتور محمد مساء الخير. مساء الخير يا فندم، ومساء الخير للساده المشاهدين. اهلا وسهلا. الاول ببارك لك على المنصب الجديد. اولا انا بقول لولي الامر يجب ان نتريث قليلا. انا بقول لك يا دكتور محمد، انا ببارك لك الاول، ويجب الا ننقاد وراء العواطف والمشاعر الهوجاء الغير مدروسه والغير متانيه. ما عادش ينفع في هذا التوقيت ان كل مدرس يرتكب خطا او يقترف اسم من الاسام او يتجاوز في جانب معين ان احنا نتهمه انه بينتمي الى انتماءات معادية للدولة وبيعتقد عقائد او ايديولوجي يتعارض مع التوجه العام الوطني. اعتقد ان هذا الاتهام غير صحيح، لان الجهة المسؤولة بشكل علمي عن تحديد ما هويته اذا كان اخوان مسلمين او ما شابه، هناك جهات امنية وهناك جهات رقابية معينة هي المسؤولة عن تحديد هوية هذا المعلم، واحنا بنتعامل مع الجميع على انهم ابناء هذا الوطن وبني جلده. المجتمع مش محتاج نوع من التفكك ولا انهيار اكثر من ذلك، المجتمع متفكك متشرذم، يجب ان احنا ما نقعدش نلوم الناس ونتسرع ويبقى دي شماعه، او عندما نريد الانتقام او نكيل التهم لشخص نقول انه اخواني او سلفي او ما شابه، لا، علينا ان احنا نتقبل الاخر. ثم ان انا سمعت من حديث ان الطفل في فصل فيه 40، ما اعتقدش ان المدرس هيعمل عداوه او هيكون خلافات شخصيه مع طفل عمره 9 سنين من بين 40 طفل. طب يا دكتور محمد، من الاسباب يا دكتور محمد، هذا اب قبل ان يكون، واعتقد ان الواقعه في حقيقتها ان الاب ولي الامر ذهب الى المدرسه ولم يقدر انها محراب علمه وانه مكان له قدسيته، وتجاوز سبا ولفظا واهان المدرسين، وتم اثبات محضر حاله ذلك في قسم شرطه العاشر من رمضان. اعتقد اننا لا نرضى الاهانات للمدرس، كما اننا لا نرضى ان يهان ابن من ابنائنا. دول في عينينا ودول فلذات اكبتنا ودول امانه عندنا. تمام. ونحن نقدر المسؤوليه ونعي لذلك. دكتور، اقول لولي الامر اذا كان لك حقك في عينينا، واقول للمدرس اذا اثبتت الجهات الامنيه. طب يا جماعه بس خلوه يسمعني. اعتقاده في ايديولوجي معين يتعارض فجزاءه السجن، اما اذا ثبت انه بريء فهو اخ من اخواننا، وعلينا نتقبل الاخر ونتحلى بروح الحب والود حتى يرتقي هذا الوطن وحتى يعلو البناء. طيب يا دكتور محمد رزق سامعني؟ سامع حضرتك يا فندم، اتفضل. طيب انا فهمت من كلام حضرتك دلوقتي انك يعني تشككت في هذه الروايه. نعم فندم، تشككت في هذه الروايه، روايه الاب، مش كده؟ لم اتشكك في الروايه. اعتقد ان المعلم يعني لا يعني اعتقد يعني معلش معلش يا دكتور يا دكتور، مش هيقيم علاقه خلاف شخصي مع يا دكتور يا دكتور يا دكتور، يعني فكر في 40 طفل، اشمعنى الطفل دوت؟ طب اسمعني بس، اسمعني حضرتك، حضرتك بتقول اعتقد، يعني هل عندك يعني اسس لهذا الاعتقاد؟ يعني متاكد من انه المدرس ما عملش كده؟ بلاش اعتقد، اجزم يقينا. وانا بقول يا استاذ الفاضل، الاستاذ عمرو معايا على الهواء، مش كده؟ استاذ عمرو، نعم. الاعلام اداه داعمه لكل الاطراف. تمام. اداه تصلح بين الناس، ما تزيدش الفجوه وتزيد العدوات. تمام. احنا عايزين اعلام ينور الناس ما يضللش الناس، وده اللي احنا بنعمله. يحترم مشاعر اخر ويبني، وده اللي احنا بنعمله. ولو حضرتك شفت مقدمه الحلقه النهارده كنت هتفهم احنا اي نوع من الاعلام. لكن انا ما شفتش يا فندم. انا اتمنى انت وامثالك من الشرفاء، انا ما بتكلمش لا انتقص من قدر اعلامي، انتوا زملاتنا، اداه تنوير مش اداه تزوير، انتوا اداه تثقيف مش اداه تشهير بالناس. تمام. وتعريض. اتمنى انت وامثالك من الشرفاء ان احنا نتكاتف وتتضافر جهودنا حتى تمام. يبنى هذا الوطن. وده اللي احنا بنعمله في البيت بيتك. وده اللي احنا بنعمله في البيت بيتك يا دكتور محمد. يا دكتور محمد، ده اللي احنا بنعمله في البيت بيتك. وانا على فكره انا يعني الخبر قدامي في اسم المدرس، انا ما قلتش اسم المدرس، يعني لو ملاحظ حضرتك انا ما قلتش اسم المدرس. لكن أنا احيي فيك المهنيه والاحترافيه العاليه يا عمرو بيه، اتفضل. الله يخليك. لكن احنا برضو يعني عايزين برضو نفهم ابعاد مثل هذه الحوادث. يعني كلام حضرتك في الاول بتقول انه في ناس بتستغل هذه الاتهامات وتتهم ناس انها يعني مثلا بينها مشاكل شخصيه، بس يقول لك لا ده عشان ده اخوان ولا ده مش عارف ايه ولا ده ايه. لا يا فندم، بص يا فندم، المجتمع في العاشر من رمضان حيث انها من المدن الجديده له طبيعه خاصه. العلاقات الاجتماعيه
فيها يعني تفكك وفيها تمزق، مفيش البنيه الاجتماعيه مشوشه في المجتمع، دي جاي من الصعيد ودي جاي من الشرقيه ودي جاي من كفر الشيخ ودي جاي من المنوفيه، ليس هناك بناء مجتمعي او بناء او بنيه مجتمعيه قويه فيها تماسك او صلابه او رسوخ او ملهاش جذور. الكلام ده بينعكس بالسلب على كل النواحي وكل أصعدة الحياة، التعليمي والصحي وغيره وغيره في العاشر من رمضان. الناس لما بتكون عارفة بعض بتقيم علاقات إيجابية، عارف دي ابن مين ودي ابن مين ودي ابن مين. أعتقد أنت أستاذ عمرو إحنا كلنا في المدارس، المدرسين ممكن المدرس يغضب وينفعل كإنسان أشار، بس غير مسموح له بالتجاوز، غير مسموح له بالضرب والإهانة، غير مسموح له بالعقاب البدني أو النفسي. الكلام ده عنده تعليمات ومضى عليها، ويجب انه يتعامل مع الابن كابن، ويجب ولي الامر ان يقدر برضه الحاله النفسيه او الظرف النفسي اللي فيه المعلم. والمعلم دلوقتي يا فندم ولي الامر اللي هو ولي امر الطفل، انا عرفت انه من مجلس الامنه، مجلس الامنه دي جهه داعمه وبتساعد في تعزيز ودفع العمليه التعليميه، يعني ما بتساعدش في الهدم، لا ده بتساعد في بناء وبتساعد على اتخاذ قرارات. بشكرك يا دكتور. حضرتك يا فندم نرجع المدرسه ونتاكد من حاجتين، اذا المدرس اهان وتجاوز فهناك اجراءات قانونيه تتخذ بكل حزم وصرامه وقوه وردع لهذا المعلم قد تصل الى ايقافه عن العمل، واذا ثبت انتمائه زي ما هو بيقول وفي رابعه وغيره، لا دي لا يصح انه يكون امين على ابنائنا. احنا مش هندفن راسنا في الرمل في النعام زي النعام. انا بشكرك. لا هنقول بكل حزم وصرامه وقوه عندما يقتضي الامر الحزم والصرامه والقوه. شكرا جزيلا دكتور محمد رزق المتحدث الرسمي باسم وزاره التربيه والتعليم. طيب واحنا بنتكلم عن الانتخابات ولا لسه الانتخابات؟